السبب الرابع لأسباب سعادتي برضه لما يكون في حوالي أكتر يمكن يعادل 50% يمكن يزيدوا شوية من وسط اللي قاعدين في القاعة من سيدات وبنات مصر الأجلاء المحترمين، يبقى مصر برضه ماشي، مصر ماشية في الطريق الصحيح، وإحنا كلنا عارفين دور المرأة. وطبعا أنا سعيد إن كلهم بلا استثناء تحت سن العشرين طبعا، فأنا سعيد بيهم طبعا إن شاء الله. السادة الكرام الحضور، أبنائي وبناتي الباحثين والطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد سعادة كبيرة إن أنا أكون معاكم في افتتاح المؤتمر 33 للمؤتمر القومي لعلوم الراديو. والمؤتمر ده من المؤتمرات اللي مهمة جدا، لأنه بيتكلم على أو معني بمجال من المجالات الهامة، مجالات اللي هي بنقول عليها دايناميك، اللي فيها دايما تغير سريع وفيها جديد كل يوم. ولما نتكلم على هذا المجال، انا اعتقد ان احنا في مصر عندنا فيه قدرة ان احنا نكون لينا تواجد عالمي على نحو طيب، وبالتالي اي جهود في هذا الاطار لدعم هذا التوجه العلمي بالتأكيد هتجد كل الدعم من كل اجل.